الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، لا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب. فأن تؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا تعطل الأسباب، بل تطلب الرزق، تتزوج، تطلب تجارة، تسعى في الأرض، تطلب من فضل الله، ما تقول أعتمد على القضاء والقدر، إن كان شيء مقدر فهو يأتيني، وإن كان ما قدر فهو ما هو بجايني. هذا لا يقوله عاقل. حتى البهائم، طيور والبهائم بفطرتها تروح تطلب الرزق، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور ما قعدت في أوكارها، فطرتها تقتضي أنها تحرك تروح تطلب الرزق، تروح في الصباح تغدو خماصا في الصباح وتروح في المساء بطانا شبعة بفطرتها. فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، وإنما يقول هذا الجبرية، يقوله الجبرية. لكن الأسباب لا تستقل، الأسباب لا تستقل بإيجاد النتيجة، وإنما المسبب هو الله جل وعلا، ردًا على القدرية، ردًا على القدرية. فلا نغلو في إثبات الأسباب كالقدرية، ولا نغلو في نفيها كما تقوله الجبرية. اتخاذ الأسباب أمر مطلوب، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا من فضل الله، والله أمر بالصلاة والصيام وأمر بالطاعات، هذا من فعل الأسباب، ونهى عن الأسباب الشر، الكفر والمعاصي والفسوق. فليس معنى القضاء الإيمان بالقضاء والقدر أنك تعطل الأسباب، بل تمضي في طلبها مع الإيمان. إن الله، إن كان الله كاتب لك شيء إنه، لكن ما يجيك شيء وأنت جالس، لازم تفعل السبب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأن تفعل السبب، فإن حصلت النتيجة فالحمد لله، وإن لم تحصل النتيجة فإنك ترضى وتسلم. إن الله ما كتب لك شيء، الحديث هذا واضح في فعل الأسباب، وأنه ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر تعطيل الأسباب، أو أن فعل الأسباب يستقل بإيجاد النتائج كما تقوله المعتزلة، بل الأسباب يفعلها العبد من طاعة أو معصية، والنتائج بيد الله، هو الذي يرتب النتائج والمسببات على أسبابها.